السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في مطبخ ليلى كميل. فيديو غني بالوصفات، ايضا متنوعة لذيذة بزاف بزاف بزاف، والاهم انها ناجحة. وندوزو نشوفو اول وصفة معانا. اذا بالنسبة لهذه الكريمة ديال الدجاج، غادي نحتاجو بصلة نقطعها طريفات رقاق، غناخدو زبيدة وغادي نضيفوا لها هذيك البصله، نديروها في الطنجره وغنديروا نضيفوا لها هذيك البصله، نخليوها شي شويه تشحر. غادي نضيف لها ربعه ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج والفطر، غنحرك مزيان. من بعد غادي نضيف ملح، بزار، ثومه، غنضيف ايضا سكنجبير، شويه ديال حبه ديال الهيل، وشويه دبسيبيسان طحونين، غير قريطه منهم غير شويه منهم. غنحرك هادشي. من بعد غادي نضيف ليهم جوج قريعات خضرين مقطعين ونحرك هاد المقادير. اذا غادي نحتاجو المرق باش غادي نمرقوهم. بالنسبه لمرق الدجاج عندنا جوج طرق، اما ناخذ مكعب اللذة ونديروه في الماء السخون ونخليوه حتى يذوب، اما كناخذ الجنيوحات في خيطات ديال الدجاج وكنغليوهم مع شويه الملح والثومه وكنصفيو داك المرق وكنمرقو به، كنسدو على الكوكوط ونخليوها طيب واحد الربع ساعه. من بعد ما كطيب كنحلو عليها، كنخليوها على نار مهيله. غادي ناخذ ايضا 200 غرام ديال الكريمه ديال الطهي وغنضيفوا لها معلقه كبيره ديال النشا. كنخلطوا وكنضيفوهم، كنخلطوا مزيان حتى ما كيبقاوش الكريمو، وكنضيفوهم ديك لاصوص وكنخليهم فوق العافيه واحد 10 دقائق اخرى، وكان مع التحريك بطبيعه الحال، وغادي نقدموها بالصحه والراحه. بالنسبه لهاد الكرواسون، غادي نحتاجو في العجين جوج كيسان ديال الماء، هانتوما كتشوفوا الكاس اللي استعملت، معلقه ونص خميره، جوج معالق السكر، ميتين غرام ديال الطحين. اذا هادو غير مقادير اوليه، غناخدهم وغنخلطهم مزيان حتى كيوليو عندي شبه سائلين. هاد العجين هي العجين ديال 10 دقائق. اذا هادو هما المقادير الاولين، غناخدهم كما قلت لكم ونخلطهم حتى كيوليو سائلين، ونخليهم يرتاحوا واحد ما بين ربع، عفوا 10 ديال الدقائق. من بعد كنحيي تنجيبوهم وكنضيفوا لهم بقيه المقادير اللي هي 400 غرام ديال الطحين، غنضيفوا الملح، نص كاس الزيت، وغادي نبداو نجمعوا هاد المكونات. نحاولوا نخلطوا هذاك الخليط التحتاني مع الفوقاني، ما غنزيدوا لا ما لا والو، صافي هادو هما المكونات باش غادي نجمعوا هاد العجين. اذا غنحاول نجمعوا بيدي، من بعد غادي نديرو اما غندلكو اما غنديروه في عجان كهربائي حتى كنحصلوا على عجين لين معجون مزيان مزيان. كناخدوه وكنديروه في شي بول وغادي نغطيوه ونخليوه يخمر من ربع حتى نص ساعه او اكثر حتى يتضاعف الحجم ديالو. هانتوما تشوفوا هنا راه تضاعف الحجم ديالو، كنخبوه شويه من داك الهواء اللي فيه. نقسموه على جوج الا بغينا، هادشي باش غادي نشكلو الكرواسون. يعني انا الوصفه ديالي هي كرواسون معمرين بملحين. غادي نسرحهم بحال هكا، غنحاول هاد الجزء الاول والثاني نسرحهم على شكل دائره، كنخدمهم وانا كنسرحهم على شكل دائره. من بعد غادي نقطعهم هكا تقطيعات باش يجيوني مثلثات متساويه، وكل مثلث كنلويه على شكل الكرواسون كما كتشوفوا من الجهه العريضه للجهه الرقيقه، تندور ندور ندور، ومن بعد كنديرلو ديك اللفه الصغيره ديال شكل الكرواسون. غادي نعاود نفس العمليه ليهم كاملين، العجين كامل.
غادي نستفهم في صينية الفران، ندهنهم بالبيض وندير ليهم رشيشة ديال الزنجلان، وغندخلهم الفران على درجة حرارة 200، نخليهم يطيبوا مزيان ويتحمروا ويتنفخوا. ونشعل عليهم من التحت ومن الفوق الا كان الفران ديال الضو، غير من التحت الا كان الفران ديال الغاز. ها هما كما كتشوفوا نفخو ولا اللون ديالهم زعون. اذا بالنسبه للداخل ديالهم انتم تشوفوا كيفاش كيجيو، تيجيو مفشفشين قطنيين زوينين. وندوز نشوف الحشوه اللي استعملت. اذا خديت 5 البيضات، حشوه بارده ما كتحتاج لا طياب لا والو، كيجيو بحال ساندويتشات. اذا غنحاول نقطعهم هكا دوائر بهذا الشكل، وغنستفهم مزيان فوق شي صينيه ولا فوق هذه القطعه النيت. نضيف لهم الملح، شويه ديال التحميره، نضيف لهم شويه المعدنوس، ورشيشه ديال الزيت البلديه. اذا كناخذ الكرواسون كنحلها من الفوق بحال غنصايب ساندويتش بارد، يعني بالعجين ديال الكرواسون. كناخذ البيض وكنحطو، وايضا في هذه الوصفه غادي نحتاج بعض المدخنات. طبعا الحل الحشوه كتبقى اختياريه، مادام حشوه بارده ممكن ديروا فيها الزيتون، ممكن ديروا فيها اللي بغيتو. غناخد هاد المدخنات ديال الديك الرومي، غادي نضيف حتى هما شي شويه، وغادي نضيف ايضا جبن احمر من الفوق. وهي الوصفه واجده، يابي تكون عجبتكم. بالنسبه لهذا العصير نحتاجو نص سترو ديال البرتقال، عصير الليمون، عصير نص حامضه، وشويه ديال الاناناس مقطع، وتفاحه. اذا غناخدو العصير ديال الليمون، نضيفو ليه التفاحه بعد ما نقيناها، نضيفو ليه العصير ديال نص حامضه وبعض القطع ديال الاناناس، وغادي نطحنوه مزيان وغادي نقدموه سهل مهل. بالنسبة لهذا الطبق اللي هو الدجاج بالكمون، فكناخدو واحد الطنجرة كنديرو فيها زويتة بلدية مع رومية مخلطين، وكنديرو فيه الدجاجة مقطعة، كنخليوها تتشحر مزيان. بالنسبة لهذا الدجاج هذا، فما كنديروش فيه الماء، كيطيب بلا الماء، ولكن كيطيب على عافية قليلة بزاف حتى كيطلق الماء، وكيجي عنده واحد لاصوص خفيفة ورائعة. اذا كنقلب داك الدجاج مزيان، من بعد كنضيف ليه 3 ديال الضريسات ديال الثومه، كنضيف ليه الملح والكمون، معلقه كبيره ديال الكمون، كنخلطو باش هاد التوابيت يشرب هاد الدجاج مزيان، وكنضيف ليه نص حامضه مصيره، وكنسد عليه الكوكوط، ولكن العافيه تكون اقل ما يكون حتى كيطيب وكيطلق شويه ديال لاصوص، وكنقدموه. بالنسبه للبطاطا اللي رافقت معاه، فغادي ناخذ الماء كيغلي، ندير فيه البطاطا، من بعد نقشرها وندير ليها مليحه ونقليها ونقدمها معاه. بالنسبه للدجاج، فكما قلت لكم كيطلق شويه ديال لاصوص، وكنخليوه على الجهه اللي كنبغيو نبريزونطيو، لانها كتحمر شي شويه مع الماء، كيكون غير زويته وهذا ما كيكونش الماء، فكتحمر من الفوق، وكنقدموه بالصحه والراحه. طبق بسيط وسهل، وبالنسبه لي انا من احسن المذاقات، اللي كيعجبني بزاف الحامض مع الكمون. وهادو هما الوصفات اللي كانوا ديال اليوم، يا ربي يكونوا يعجبوكم وفادوكم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفات جديده وفيديو جديد، والى اللقاء، مع السلامه.